السلام الله عليكم أعزائي أحبائي المشاهدين ومرحبا بفيديو جديد عبر قناتكم الخبير الرقمي، القناة المختصة في نقل آخر أخبار العملات الرقمية وآخر أخبار الـ NFT. يا ريت يا رب تدعمونا، حابين نوصل 1000 سبسكرايب نهاية هذا اليوم إن شاء الله. كما تشاهدون بلغنا 950 سبسكرايب، لم يتبقى الكثير. ادعمونا لكي نصل 1000 سبسكرايب، لكي نستمر بنشر جميع الفيديوهات الخاصة بالكريبتو وخاصة بالـ NFT. قلنا بالأمس قبل نشرنا الفيديو أن البيتكوين إذا استطاع تجاوز خط المقاومة الأساسي له هو 52 دولار، فإن جميع العملات سوف تفتقر مثل شيبا ولوفي وسيطامة. ولكن مع الأسف اطلع على الترند الخاص للبيتكوين كما تشاهدون، فإنه بلغ 52 دولار، ولكن مع الأسف لم يستطع تجاوزها وبقي خط المقاومة صعب عليه تجاوزه، والآن يقوم بعملية تصحيح كما تشاهدون. هذه عملية تصحيح يمكن أن تطول وتطول وتبلغ إلى مستويات 46,000 دولار كما تشاهدون. هذا خط الدعم الأول كما تشاهدون 46,000 دولار، نتمنى أن يبقى هنا ولا يتجاوز خط الدعم الأول الخاص به هو 49,000 دولار تقريبا، لا عفوا 48,000 دولار. فإن استطاع أن نزل عن هذا الخط فسوف يتجه مباشرة إلى خط الدعم الأساسي الثاني وهو 46,000 دولار. نتمنى أن يبقى هنا ولا ينزل عن خط الدعم الأساسي له الخاص به وهو 48,000 دولار، فإن نزل عن 48,000 دولار فإننا نتوقع أن ينزل أيضا إلى 46,000 دولار، وهنالك إن لم يستطع المقاومة أيضا سوف ينزل إلى 42,000 دولار. يعني عليكم توفير USDT يا إخواني يا أعزائي كما تشاهدون. فبالأمس قلنا قد وضع على خط خاص بالبيتكوين وقلنا أنه عليه تجاوز هذا الخط وهو 53,000 دولار لكي جميع العملات ترتفع وترتفع وترتفع كما تشاهدون. خطوط المقاومة الخاصة به كما تشاهدون، فهذه خطوط المقاومة الخاصة به كما تشاهدون إخواني. أول خط مقاومة كنا نتمنى أن يتجاوزه وهو 52,000 دولار، لينتقل بعد ذلك إلى 54,000 دولار، ثم إلى 55,000 دولار و900، ثم إلى 57,000 دولار. وإن تجاوز كل هذه خطوط المقاومة الخاصة به ف توقعات سوف تذهب إلى 69,000 دولار مجددا للبيتكوين كما تشاهدون. فبالأمس كنا بانتظار الخبر سعيد جدا، ولكن أنا كما قلت في الفيديو السابق قلت أنا لا أتوقع أن يكسر حاجز 52,000 دولار، نظرا لأن كما أقول دائما في هذه الأيام أن هي أجواء كريسماس والناس غير مهتمون خصوصا بالبيتكوين والعملات الرقمية، ولا هم مهتمون بالبورصات ولا مهتمون بأي شيء. يعني الناس يحتفلون مع عائلتهم. كانت البارح محاولة طفيفة للبيتكوين لكسر حاجز 52,000 دولار، لو شاهدنا الكسر تم استقرار في مستويات 53,000 و54,000 دولار، ثم يحاول مباشرة مدى بداية السنة كسر حاجز 55,000 دولار، ولكن مع الأسف لم يستطع تجاوز حاجز 52,000 دولار. إذا الآن سوف ننتظر أن يستقر هنا في 49,000 دولار، يقوم بعملية تصحيحية مثلا تصحيحية هكذا هكذا، ثم يحاول الصعود كما تشاهدون. فإنه يحاول الصعود كل حوالي 4 أيام كما تشاهدون الترند الخاص بهذا الشهر. فمنذ حصول الدروب الكبير الذي حصل في 4 دجنبر كما تشاهدون، نزل البيتكوين إلى مستويات 42,000 دولار، فإنه حاول بعد ذلك التصحيح ومعاودة الرجوع إلى المستويات التي كان عليها، يعني 57,000 و 58,000 و 59,000 دولار، بل بلغ 60,000 دولار هنا في أحد الأيام كما تشاهدون. فإنه حاول التصحيح، ولكن دائما يقابل بخط مقاومة أساسي وهو 52,000 دولار، لا يستطيع تجاوزه كما تشاهدون. بلغ هنا ولم يستطع، ثم بلغ هنا يوم 7 يعني بعد 3 أيام من سقوط المهول الذي عرفه البيتكوين، ثم عاد مجددا يوم 13 دجنبر وحاول الصعود مجددا ولكن لم يستطع. ثم تشاهدون أيضا حاول قليلا يوم 16 لم يستطع بلو حتى نصف هذه المستويات، يوم 22 حاول مرة أخرى ولكن بقي في حاجز 49,000 دولار. هذا خط مقاومة ضعيف نوعا ما، يتجاوزه مرة ولكن في الأساس هو خط مقاومة، ولكن خط المقاومة الأساسي الذي نتحدث عنه هو 52,000 دولار كما تشاهدون. يوم 23 دجنبر قام بمحاولة جيدة لمحاولة كسر خط المقاومة ولكن مع الأسف لم يستطع مجددا. ثم هنا كنا نتوقع انه قد يخسرون، نظرا لانه قام بعملية تصحيح كما تشاهدون، عملية تصحيح غير عادية لا تشبه عملية تصحيح هنا كما تشاهدون. فان هنا عندما قام بمحاولة فان عملية تصحيح بلغت نزلت الى مستويات 47,000 دولار، ولكن هنا عندما تم صده بحاجة 52,000 دولار بقي
يحاول تصحيح هنا في حادث 51,000 دولار، واستقر كما تشاهدون استقرار 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 استقرار، ثم هنا حدث هبوط نوعا ما للتصحيح. كنا نتوقع بعد هذا الاستقرار هنا أن يكسر حادث 52,000 دولار، ولكن تأخر نوعا ما، يعني كنا نتوقع أن يكسرها في 24 دجنبير يعني أو 25، أما أن يبقى إلى يوم 28 دجنبير فإنه صعب، من الصعب التجاوز. وأنا أظن أن كما أقول كريسماس يلعب دور كبير، أما أنه سوف يتجاوز أم لن يتجاوز فالأكيد أنه سوف يتجاوز بداية سنة 2022. كما تشاهدون فإن أصبح خط دعم أساسي هو 49,000 دولار كما تشاهدون، يعني يمنعه من النزول هنا. وكما تشاهدون الآن بلغ مستوى 52,000 دولار ولكن استقر في 49,000 دولار. نتمنى أن لا ينزل عن هذا الحاجز، لأنه لو نزل سوف نشاهد البيتكوين يصل ل 46,000 دولار، و إن لم يستطع المقاومة أيضا أمام 46,000 دولار فسوف نشاهد 42,000 دولار مجددا. إخواني أخواتي، كان هذا فيديو بسيط، شرحنا لكم قراءة خاصة للبيتكوين وكيف أنه لم يستطع تجاوز 52,000 دولار. كان هنالك تحليل وحدثنا أنه يمكن أن يتجاوز 52,000 دولار بداية من الأسبوع الأول من شهر يناير الخاص بسنة 2022. نتمنى ذلك، ونتمنى أيضا أن لا ينزل عنا خط دعم أساسي 49,000 دولار لكي لا ننتقل إلى خط دعم ثاني وهو 46,000 دولار، عفوا خط دعم ثاني وهو 46,000 دولار كما تشاهدون، فإن خط دعم الأول الذي ننتظر أن لا يكسره هو 49,000 دولار. وإن لم يستطع البيتكوين المقاومة هنا والاستقرار هنا فإننا نشوف نشاهد 46,000 دولار، وقد نشاهد أيضا 42,000 دولار. دمتم بألف خير، لا تنسوا الاشتراك عبر قناتنا لكي يصلكم كل ما هو جديد، ونلتقي في فيديو جديد بحول الله.